السلام عليكم اعزائي المشاهدين، واهلا بكم معي في حلقه جديده من قناه تانيك. اليوم عندي لكم فيديو جديد وشرح جديد ومعلومه جديده. في هذا الفيديو ان شاء الله بغينا نشوفوا بعض المواقع اللي احتياليا وكينصبوا على الناس بواحد الطريقه اللي غير مباشره، وبعض اليوتيوبر شتم كيشرحوا هذه المواقع هادو وكيقول لك باللي كاين فيهم الربح وتقدر تربح منهم بزاف ديال الدولارات وداكشي كامل ممكن منه والو. فان شاء الله في هذا الفيديو هذا بغيت نوري لكم الطريقه اللي كيستعملوا هاد المواقع هادو كيحتلوا على الناس وكياخذوا لهم فلوسهم وبلا ما تربح منهم حتى شي حاجه. يعني هذا الفيديو ديما بغيت يكون كتحذير للناس من بعض المواقع اللي كيحتلوا على الناس بواحد الطريقه غير مباشره. فليك تتم بتم الامر، فبقى معايا وتابع الفيديو حتى الاخر باش ما تفوتكش شي معلومه. والا كنت زائر جديد كنقول لك اصدق العزيز باش تهود لك الزر الاحمر كاين في اسفل الفيديو، ضغط عليه واشترك معنا وما تنساش تفعل ديك الجرس الصغير باش يوصلك اي فيديو حتى تلقاني مباشره. طبعا الحال عجبك الفيديو ما تنساش دير واحد تيعطي لايك، تعليق مشجع في اسفل الفيديو، واللي عندك سؤال يخليك الرابط ديال الانستغرام ديالي في اسفل الفيديو، دخل ديك الرابط طرح لي السؤال ديالك ونكون سعيد جدا نجاوب عليه. واش ما طولوش المقدمه بزاف، ندوزو مباشره للشرح. وكما كنشوف صديقي العزيز الموقع اللي جينا نهضروا عليه اليوم في هذا الفيديو هو هذا اللي سميتو باب كاتش، وكاين واحد اخر بحالو اللي سميتو باب موني كما كتشوفوا، يعني كيخدموا بنفس الطريقه. واحد اخر الثالث ربما توقف ذاك الموقع عن العمل، ربما وقفوا على العمل مابقاش يعني كيبغي يطلع ليه، اللي كان سميتو هيتس كاش. يعني هاد المواقع هادو كيخدموا بنفس الطريقه وبنفس السيستيم بنفس المعلومات يعني اللي جبرتيه في هذا الموقع هذا، فغتلقاه في الموقع الثاني في الموقع الثالث. ومره مره كيظهروا هذا النوع ديال المواقع هادو يعني بسميه واحده اخرى بدومين واحد اخر. فانا اللي بغيت نقول لكم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا بلي هاد المواقع هادو راهم نصابه واحتياليين، وباش ما يكونش الكلام ديالي غير حبر على ورق فانا نعطيكم الدليل وغادي تشوفوا كلشي بعيونكم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا. فانا ما غاديش نشرح لكم تسجيل الدخول وداك الشيء كامل حيت ما بغيتش نوريكم كيفاش تخدموا فيه، وانما غادي نوريكم شنو الطرق ديال الاحتيال اللي كيخدم هذا الموقع مع الناس، يعني الناس اللي كيدخلوا يشتغلوا فيه كيفاش كيحصل عليهم. انت اول مره كتسجل في هذا الموقع هذا وكتبغي تشتغل فيه باش تربح منه، شنو كيفرض عليك هذا الموقع هذا؟ كيقول لك اول حاجه خصك تجمع واحد العدد ديال النقط، يعني ملي كتدخل هذا المكان ديال عرض الاعلانات كما كتشوفوا كيقول لك خصك تجمع واحد العدد ديال النقاط كما كتشوفوا. هذوما النقاط سميتهم الباب، هاد النقاط هذو كيقول لك باش تبدا تربح الفلوس من الاعلانات اللي غادي نعطيوك اللي غادي تكليكي عليهم، كيخصك تجمع واحد العدد ديال النقاط، يعني شحال العدد ديال النقاط اللي خصك تجمع باش تنتقل للمرحله الاولى. غادي نشوفوا في هذا المكان هذا كما كتشوفوا كيقول لك باش تنتقل للمرحله رقم واحد ولا الليفل رقم واحد كيخص يكون عندك فوق 1600 باب او فوق 1600 نقطه، نخليوها نقطه، يعني ما بين 1600 نقطه و 14000 نقطة كيعطيوك 20 إعلان في اليوم كما كتشوفوا هنايا، 20 إعلان في اليوم. وهاد 20 إعلان اللي غتاخد وغتكليك عليهم كاملين كيكون السعر ديالهم 0.5، يعني 0.05، يعني هذا هو التوتال ديالك 20 إعلان كله، يعني ماشي كل إعلان غتكليك عليه ب 0.05، لا ديك ال 20 إعلان اللي غتكليك عليه كاملين يلاه ساوي لك 0.05، يعني واحد الرقم اللي هو بعيد بزاف على الربح. وهادشي كيكون في كل 24 ساعه، يعني ما تقدرش تاخذو فوقاش ما بغيتي، وانما في كل 24 ساعه كتاخذ 20 اعلان. الا انتقلت للمرحله الثانيه كيخص يكون عندك ما بين 14000 حتى 26000 نقطه، وكتاخذ حتى هي بنفس الطريقه 20 اعلان، وديك ال 20 اعلان كله يلاه ساوي 10 سنت. يعني هذه هي الطريقه اللي كيشتغل بها الموقع، وانت غادي يعني بنفس الطريقه. فانا فاش ثاني بزاف الاخوان كيشرحوا هذا الموقع هذا ف جاني ديك الفضول انني خصني نجرب هذا الموقع هذا ونعرف واش صادق ولا لا قبل ما نعرض عليه شي فيديو، حتى كنت باغي نحط عليه فيديو. فانا قبل ما نحط الموقع في القناه ولا الفيديو اللي غادي نشرح فيه ديك الموقع في القناه ضروري كنراجع ديك الموقع من جميع الجوانب حتى كنعرف الموقع باللي راه صادق وكيدفع عاد كنحط عليه فيديو. فاش بغيت نبدا في هذا الموقع هذا اول حاجه قمت بها يعني دخلت للموقع جبرت باش تنتقل الخطه الاولانيه كيخصك نقاط، ولكن العدد ديال النقاط كبير وقسم يمكنش انا نجمع العدد ديال النقاط كما كتشوفوا هنا كيعطيك واحد العدد ديال النقاط، هاد النقاط اللي جمعتيهم كاملين عندك 15 نقطه، يعني في كل نهار تجمع 15 نقطه، يعني باش توصل لديك 1600 راه غيدوز عليك العام وما غاديش تجمع. فانا قلت باش نقرب الخطوات كيخصني ضروري اني نشري بالمال، يعني هاد النقاط هادو كيتباعوا بالمال، فغادي نشري منه واحد العدد ديال النقاط وغنتقل مباشره للمرحله الثانيه ولا الثالثه. قلت جبرت الامور مزيانه فغادي نحط عليها فيديو نشرح في ديك الفيديو بالاخوان باللي الا بغيتي تشتغل في هذا الموقع خصك واحد شويه ديال راس المال، يعني واحد المبلغ قليل. فانا استثمرت واحد 7 دولار، يعني ماشي بزاف ولكن 7 دولار يعني كانت كافيه باش نعرف الموقع واش صديق ولا لا. اول حاجه فاش حطيت ديك 7 دولار الاخوان وشريت بها ديك العدد ديال النقاط، يعني تقريبا ديك 7 دولار كما كتشوفوا رجعوا للواجهه 7 دولار خدات لي تقريبا 21000 نقطه. دابا هاد النقطه ما بقاش يعني 21000، قللت على 21000. فانا نقول لكم السبب علاش، فكانت عندي 21000 نقطة وشي حاجة،
فاش شريت ديك العدد ديال النقاط جاني واحد الرساله ما كانتش كتجيني من قبل. ديك الرساله كتقول لك يعني في كل ما كتاخذ الاعلانات يعني في كل ما غادي تدخل تكليك على الاعلانات وتربح منهم غادي ينقصوا لك واحد العدد ديال النقاط، يعني واحد العدد كبير ما غاديش تقدر تجمعه، يعني العدد اللي كياخذوا لك كسر من العدد اللي غادي تجمع. فانا فشت هاد الرساله هذه عرفت بلي الموقع نصاب وما عمرك ما غادي تربح منه. يعني فهاد الشيء علاش بغيت نحط عليه هاد الفيديو اليوم وبغيت نعطيكم الدليل، يعني ما غاديش نجي غير نهضر وصافي. فانا خدمت فيه جوج المرات، المره الاولى خديت فيه 10 سنت والمره الثانيه 10 سنت، هي 20 سنت كما كتشوفوا هنايا. فهذا هو العدد اللي واخد وغادي نزيد نشتغل فيه دابا حاليا قدامكم باش نوريكم بلي هاد الرقم هذا ديال النقاط غادي يتغير. يعني فاش غناخد ديك العدد ديال الاعلانات اللي يساوي 10 سنت، هاد العدد ديال النقاط اللي شريت غادي ينقصوا. يعني في كل مره تاخذ ديك العدد ديال الاعلانات غادي ينقص لك هاد النقاط وما عمرك ما غتوصل لك شي اللي انت باغي، يعني ما عمرك ما توصل للمرحله الثالثه ولا الرابعه بجميع ديال النقاط وكليك على الاعلانات. فانا بغيت نوريكم هادشي كله بالفيديو وان شاء الله تستافدوا منه، ولا لقيتوا شي موقع اخر كيشتغل بنفس الطريقه يعني بعدوا منه ما تقربولوش. فانا ندخل دابا الاعلانات كما كتشوفوا، نجي لهاد المكان كما كتشوفوا ديال عرض الاعلانات غادي نكليك عليه. كما كتشوفوا غادي نهود هذا المكان هذا، هادو هما الاعلانات اللي عطيني اليوم. الاعلان كيبدا ب 0.0050 سنت، يعني واحد الرقم اللي هو لا باس به، ولكن هاد التوتال ديال الاعلان كامل يعني اللي هو 20 اعلان دي هنايا ما كيتجاوز العدد ديال 10 سنت. يعني ملي كتجمع هاد الاعلانات كاملين يلاه كتلقى 10 سنت عندك ديال الارباح، يعني واحد الرقم اللي هو صغير بزاف. ومع ذلك انتم غادي تشوفوا كلشي بعينكم وتعرفوا باللي هذا الموقع نصاب، وملي غادي ناخذ الاعلانات كاملين غادي ينقصوا لي النقاط، وديك النقاط غادي ينقصوا لي واحد العدد كبير ديال النقاط، فما غاديش نقدر نولي نجمع ديك النقاط كاملين اللي غادي ينقصوا لي هما. كما كتشوفوا نرجعوا للنقاط باش تشوفوا العدد ديال النقاط وتعقلوا عليهم. كما كتشوفوا هنا عندي 20000 نقطة و765. دابا غادي ندخل ناخذ الاعلانات اللي كاينين، ديك 20000 اللي عطيني اليوم، وشوفوا هذا الرقم هذا شحال غيرجع. يعني من 20765 شوفوا شحال غادي يرجع. غادي نضغط هذا المكان هذا كما كتشوفوا، غادي نهدو للاسفل وغادي نبدا ناخذ الاعلانات. فانا غادي نزرب لكم الفيديو باش ما نتعطلوش في الشرح ديال الفيديو هذا. كما كتشوفوا من بعد ما كتكليك على الاعلان الاولاني شحال كتصف هذه، كتسنى هذا الخط حتى كيعمر للراس، يعني ملي كيمتلى هذا الخط هذا كامل كتعطيك هنا بعض الصور كيقول لك فين هي الصوره اللي مقلوبه، يعني غير مخالفه خوته كتكليك عليها انت. كما كتشوفوا هاد الصور اللي عطيني كتقول له هذه اللي مبدله على خوتها، يعني اللي مختلفه كتكليك عليها. هي الطريقه اللي كيشتغل بهذا الموقع، كيعطيك علامات الصح كتولي ترجع في حالاتك كيولي الاعلان ضبابي. صافي انا نكمل هاد الاعلانات كاملين ونتلاقاو في الاخر باش نعرفوا شحال قالي ديال النقاط في هاد الموقع هذا. كما كتشوف صديقي العزيز من بعد ما كملنا الاعلانات كاملين دابا غادي نرجعو نشوفو شحال ديال النقاط بقاو عندي في الحساب ديالي. كما كتشوفو غادي نرجعو من الاعلى هادي كما كتشوفو، نرجعو للواجهة ديال الموقع وغادي نجيو. كما كتشوفو هنا كانت عندي 20765، هيا رجعت عندي 20565، يعني مشات لي 200 نقطة. يعني في كل مرة غتشتغل في هاد الموقع هذا غتمشي لك 200 نقطة. انت فاش تدخل تجمع النقاط يلا كتجمع 15 نقطة، يعني هما اللي كيعطيوك في اليوم 15 نقطة، كيستافدو منك 15 نقطة كتكليكي على الإعلانات ديالهم، يعني كتجمع انت غير النقاط يعني مكتاخدش فلوس، وفي نفس الوقت كيزيدو ينقصو لك 200 نقطة. يعني إلا كنتي شاري النقاط بالفلوس ما غاديش تربح، غادي تبقى كل مرة تمشي لك 200 نقطة وتربح 10 سنت كما وقع معايا أنا. وإلا كنتي مثلا انتقلتي لخطة كبر أولا خطة مثلا أنا في الخطة الثانية أولا في المرحلة الثانية مثلا انتقلتي للخطة الثالثة أولا الرابعة، فهذا الرقم اللي كينقصو لك غادي يزيد يكبر، يعني ما غاديش ينقصو لك غير 200 نقطة في النهار، وإنما غادي ينقصو لك أكثر من 200 نقطة. فهذا هو اللي بغيت نوريكم في هذا الفيديو هذا، وهذا هو اللي بغيت نحضر لكم منه الإخوان بلا هذا الموقع هذا ما غاديش تربح منه واخا تشتغل فيه بالفلوس. فكما كتشوفوا أنا خسرت 7 دولار، يعني ماشي شي مبلغ كبير، ولكن ديك 7 دولار ما نقدرش نعوضهم هاد الاعلانات هادو، حيتاش كيعطيوك 10 سنت في النهار وكياخذوا لك 200 نقطة، فغادي تخدم ظرف عام وما غاديش ترجع ديك 7 دولار،
وبالعكس غادي تضيع غير وقتك وتضيع فلوسك فيه، ما غاديش يمكن لك تربح منه. فهادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا، وكنتمنى من الله تكون وصلتكم الفكره وتكون فهمتوا الطريقه اللي كيشتغل بها هذا الموقع هذا، او لما مواقع اخرى كاينين في حالهم، يعني من جبر الموقع كيشتغل بنفس الطريقه ديال هذا الموقع هذا بعد منه. ولا بغيتي تفيد صحابك اخرين يعني اللي باقي ما عرفوش المعلومات هذه، تقدر تبارطاجي معهم هذا الفيديو هذا. وهادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا، وكنتمنى من الله تكون توفقت في شرح هذا الفيديو هذا. ونلقاكم في فيديو اخر. استودعكم الله الذي لا تدعوا دائعه. السلام عليكم ورحمه الله.